أخيرا شرفت، وطبعا اشترت اللي في السوق كله. وأكيد كل شعرها، الزيت والبيض والفاكهة، وسايبة عيالها جعانين يا عيني. أمهات آخر زمن. الحل أسهل مع بيرت بلس، لأن بيرت بلس مستوحى من الخلطات العربية التقليدية، يخلي الشعر مرتب وناعم وأكيد أوفر. دي أكيد ملهاش في الطبيخ. أكلها شكله مالح. بيرت بلس، شعر جذاب بلا عذاب.